اقتصادنا، فقد وضع هذان الكتابان بأيدينا سلاحا لمقارعة هذه الهجمة الماركسية الشرسة، وفي الوقت ذاته أعدت الثقة إلى النفوس، حتى نفوس بعض من يشار إليه بالدفاع عن الإسلام، بأن بنية الإسلام تختزن طاقات هائلة لمعالجة كل شؤون الحياة، وهي بانتظار الذهنية الثاقبة والمبادرة الألمعية للأخذ من هذا الخزين وتقديمه غذاء سائغا. وامتدادا لهذا العطاء، أرى من الضروري الإسراع بإخراج كتاب مجتمعنا حتى تكمل الحلقة وتهيئ القاعدة للكتابين السابقين، ضرورة أن الاقتصاد والفلسفة من أدوات المجتمع التي تصنعها حاجته لوعي الحقائق وتوظيف ما يمكن منها لبناء المجتمع. فقال لي: يا شيخ أحمد، إن مواد الكتاب جاهزة، ولكن شغلتني شؤون الحوزة عن القيام بتهيئته وإخراجه. فقلت له: لو سمحت لي، إني أرى إخراج كتاب مجتمعنا أهم من هذه الشؤون التي تذهب والكتاب يبقى وثيقة تتناولها الأجيال. فقال: قد يكون كما تقول، يبقى الكتاب وثيقة، ولكنها وثيقة في أوراق يتصدى لها من يعرف عنها، ولا تتصدى الأوراق في أنفسها للناس. وأنا أريد نسخا، إي والله بهذا التعبير، أريد نسخا من مجتمعنا متحركة تجسد همومنا وطموحاتنا، وبوسعها آنذاك هي أن تؤلف كتابا وكتابا. وأنا مشغول بهذا الهم، بأن أهيئ كوادر مؤهلة لتكون فكرا إسلاميا يمشي وتتناسخه أجيال بعضها عن بعض، وبذلك نعيد التجربة الرائدة التي جسدها الإسلام في الصحابة. فما نفع إسلام يعيش بمعزل عن التفاعل